بسم الله الرحمن الرحيم. بالوصل الإمامي الأمر بالصرف للجمارك بمكتب أسفي. تتم اليوم عملية ديال إتلاف ديال مواد مخدرة وممنوعات اللي محجوزة في تحت النفوذ ديال المحاكم ديال أسفي. بطبيعة الحال أن المحجوز كاين واحد طونوس ب 175 كيلو ديال المخدر الشيرة. هذه عملية في إطار واحد العملية اللي حجزها الدرك الملكي تحت يعني بمساعدة ديال الأجهزة الأمنية. عندنا 383 كيلو ديال مخدر الكيف، وعندنا 409 ديال حبوب الهلوسة، وعندنا واحد كيلو و 680.680 غرام ديال طابة، وعندنا 38 غرام فاصلة 5 ديال مخدر داك الكوكايين. العملية ديال الإتلاف تتم في مركب الإسمنتي اللي في حد حرارة تحت إشراف النيابة العامة. شكرا للجميع.